السلام عليكم. كنشكركم بعدا. بالنسبه للبنيه اللي عندي عندها 4 سنين وتنفخات ليها الجسم ديالها وديتها للدكتور حسن الجيره اللي هو كاين في الزنقات مراكش في حي الباطوار، وديتها ليه. ومن بعد من اللي دار ليها التلفازه قال لي ودي جيب لي واحد السكانير. مشيت لرياض الشفاء ديت ليه السكانير ب 2500 درهم، والبنت ملي تبغى دير سكانير ضروري خصهم يديروا ليها البنج، والبنج دايره 400 درهم، يعني 2500 درهم ديال السكانير و 400 درهم ديال البنج. وجيتها تما، ومن بعد خرج السكانير ديتو للدكتور حسن الجيره قال لي ودي هذا البنج ديالك راه فيها السرطان في الكلوه، قال لي فيها واحد الحبوبه سميتها في الكلوه ديالها وشاد النص في الكرش، قال لي ضروري غادير العمليه. وملي شاف السكانير قال لي ضروري غادي العمليه ولكن ماشي دابا، قال لي نصيفطك سميتو للكلينيك اللي في حي شي ليله مركز الاطلسي يعني انكولوجيا. مشات تما كدير الحصص ديال الدوابدات، درت بعدا واحد الصيفه ديال 140 الف ريال ها هي كديرها هنايا، هي باش كيدوز الدواء حيت تما البنت باقي صغيره ما تقدرش تدوز الدواء من اليد، ضروري هاد الصيفه دايره 140 الف ريال ها هي. وكيديروا ليها الدواء، كدير حصص ديال الدواء، درت واحد جوج الحصص ديال الدواء، الدواء داير 88 الف ريال، ها هي البافيه ديالو كاينه هنايا 1100 درهم البافيه، كدير 4 البافيات في الشهر. ومن بعد درت نقصت هذاك المرض، قال لي غاتجيب لي ثاني واحد السكانير اخر، مشيت ديت ليه السكانير الاخر، قال لي الحبوبه كانت فيها 10 سنتيم، دابا راه ولات فيها 5 سنتيم، غنصيفطوها للكلينيك تنعس في الكلينيك النهار الخميس، نعسها في الكلينيك النهار الخميس في الصباح ونهار الجمعة، في الصباح داروا ليها العملية نهار 30 في الشهر 11 في الشهر 7، داروا ليها العملية حيدوا ليها واحد الكلوة، الكلوة اليمنية حيدوها ليها، ومن بعد بدات كيزيدوا ليها الدم، الدم مشيت سميتو للسبيطار ديال الحسن الثانية. جبتو 7200 360 درهم جبتو، وكيجرو ليها الدم، كيجرو ليها الدم. ومن بعد قالوا لي غتجيب ثاني واحد السكانير اخر، مشيت جبت السكانير اخر ب 2000 درهم 40 الف ريال، ولقاو الماء في هذيك البلاصه منين حيدوا الكلوه لقاو فيها الماء، قالوا لي ضروري غتبدا تعاود ثاني الدواء، ودابا راه باقي لحد الان كتعاود الدواء، باقي دابا كنحط 34 الف ريال في السيمانه اللي كنحط 34 الف ريال. وقالوا لي راه داكشي مازال ما برا، قلت لهم ربي الله يرحم الوالدين انا راه خدامه سميتو 75 درهم، راكم كتشوفوا الحاله الله يرحم الوالدين ديروا معايا شي حل. قالوا لي واحد الحل اللي غنديروا معاك غتبقى تخلص شويه بشويه، قلت لهم اودي انا راه خدام غير في الفيرما ب 15% الله يرحم الوالدين شوفوا من الحاله ديالي. وواحد السيد مسكين هو اللي خلص لي واحد الحصه ديال الدواء الله يجزيه بخير، جا عندي تما تاع الكلينيك كاع ما كنعرفو، عيط ليا قال لي فين، قلت لي انا في كاتريام، قال لي هو ولد عندي هو ولد عندو، عطاني واحد الحصه ديال الدواء خلصها هو بعدا، ودابا راه باقي كدير الدواء، دابا من الخميس للخميس كدير الدواء، وانتوما كتشوفوا الحال الله يجزيكم بخير. الدريه دابا باقيه كاينه هنايا يعني كتمشي من الخميس للخميس، من الخميس للخميس كتمشي دير الدواء، وداك الدواء قاصح كدير داك الدواء كيحيد ليها الشعر، الشعر ديال البنت راه كاع محيد، الشعر ديال البنت راه كاع محيد، والمركوب راه غالية نتوما كتشوفو الحالة، 4 طاكسيات، طاكسي من هنا لي تعميرة ومن لي تعميرة لين زكان، حالة اجتماعية نتوما كتشوفوها. أنا عا كاري، كاري خويا ب 500 درهم، خدام غا بوحدي،
سنين والمؤسسة وسيدنا الله ينصره الله يجزيه بخير الله يخليه لنا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.